النهاردة أنظار العالم كله بتترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس. احنا بنتكلم على الانتخابات الأكثر تنافسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية السياسي، الانتخابات الأهم على مستوى العالم لأسباب كتيرة جدا. الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الأولى والقوة العسكرية الأهم، صنع القرار السياسي في العالم كله بيخرج من البيت الأبيض. النهاردة طبعا كل عيون العالم والإعلاميين وكلنا هنتابع هذا السباق اللي صعب جدا التكهن من الفائز فيه. يعني دايما الانتخابات الأمريكية هي انتخابات اللحظات الأخيرة، ما نعرفش مين اللي هيكون حاكم البيت الأبيض الفترة اللي جاية. طبعا في أحزاب كتيرة جدا، في مرشحين آخرين زي حزب الخضر، الحزب الليبرتاري، لكن وجودهم مش مؤثر في معادلة العملية الانتخابية. كلنا طبعا هنتابع مع حضراتكم، وسائل الإعلام هتغطي لحظة بلحظة وقائع الانتخابات الأمريكية، من سوف يفوز بمقعد البيت الأبيض أو يصل إلى البيت الأبيض. طبعا أسئلة كتيرة جدا. النهاردة هيكون معنا فقرة خاصة كمان هيتكلم فيها عن الانتخابات الأمريكية، يوم مهم جدا في التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهيبقى فيه متابعة مستمرة لحظة بلحظة لوقائع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الحقيقة إنه زي ما محمد كان بيتكلم مع حضراتكم، ممكن الانتخابات الأمريكية هي انتخابات اللحظة الأخيرة، لكن لو هنتكلم عن هذه الانتخابات تحديدا فهي بالفعل حسب استطلاعات الرأي وحسب وصف حتى يمكن الشارع الأمريكي والصحافة الأمريكية، زي ما بيقال كده مصطلح ناك تو ناك، أو أنه النتائج متقاربة بشكل كبير جدا جدا جدا. ده كمان غير أنه الحقيقة يمكن الانتخابات الأمريكية معقدة بعض الشيء، أو يمكن أليتها معقدة بعض الشيء. الحقيقة أنه الانتخابات الأمريكية هي مهمة ومؤثرة على العالم كله، عشان كده هذه الانتخابات مش مجرد تصويت، ده في تفاصيل كتير جدا بتخليها انتخابات معقدة زي ما قلت لحضراتكم. يعني ممكن نشوف ان المرشح الفائز يحصل على ولايات صغيرة في المساحة، وفي نفس الوقت المرشح الخاسر ممكن يكون حصل على اصوات اكتر في المجمل. يمكن ده شيء محير وهنحاول كمان نشرحه لحضراتكم ونقربه لحضراتكم على مدار حلقتنا النهاردة. النظام الانتخابي يا جمانة ونظام في غاية التعقيد، يعني فعلا موضوع معقد جدا اللي صاغ هذا النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. السبب في هذا التعقيد طبعا أسباب كتيرة جدا، هو نظام ما يعرف بالمجمع الانتخابي. النظام ده بيخلي كل ولاية من الولايات لها وزن سياسي في الانتخابات بناء على عدد السكان. يعني ولاية زي كاليفورنيا مثلا هي أكبر ولاية من حيث السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، لها تأثير كبير جدا في تحديد من هو الفائز، مقارنة مثلا بولاية صغيرة زي ألاسكا، بالرغم من ألاسكا هي أكبر ولاية من حيث المساحة الجغرافية. الفائز بيحتاج أنه يحصد حوالي 270 صوت من المجمع الانتخابي عشان يفوز بمقعد الرئاسة، لكن الأصوات مش بتتوزع بالتساوي، لكن ليها حسابات دقيقة في العملية الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية. تغيير بقى فكرة الولايات نفسها، الولايات بتقسم لولايات، في ولايات بيبقى معروف أصواتها أو ولائها لأي الأحزاب، سواء زي ما كان محمد بيتكلم أنه الحزبين الأساسيين أو الأكبر، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، فبيبقى في ولايات معروف ولائها بيكون لأي من الأحزاب، ولكن بيكون في ولايات أخرى تسمى بالولايات المتأرجحة. دي الولايات اللي بتحدد نتيجة الانتخابات بشكل كبير جدا. المرشحين بيركزوا على الولايات دي عشان يحاولوا أنهم يكسبوا أصوات الناخبين. الولايات المتأرجحة دي هي المفتاح للبيت الأبيض، لأنه الناخبين بتبقى ميولهم فيها مختلفة من انتخابات لانتخابات، الحملات بتستمر فيها، ويمكن المرشحين كمان بيستثمروا فيها وقت وجهد كبير جدا عشان تقدر تكسب أصوات الناس هناك، زي ما احنا شايفين مؤخرا يمكن كامالا هاريس ودونالد ترامب لحد دلوقتي، لحد يعني حتى هذه اللحظة، حتى الآن هم بيجوبوا هذه الولايات المتأرجحة في محاولة منهم ان هم يقدروا يحصدوا اكبر كم من الاصوات من هذه الولايات اللي حتى الان لم تحسم نتيجتها بعد، واصواتها لم تحسم حتى الان. صحيح، يعني احنا بنتكلم على منافسة شرسة جدا، الرهان على
الولايات المتأرجحة على بنسلفانيا على أكثر من ولاية دايما الرهان عليها. كل مرشح كاملا هاريس ليها قاعدتها من الحزب الديمقراطي، وأيضا دونالد ترامب في الحزب الجمهوري قواعد معروفة، والخطاب الخاص السياسي الموجه للقواعد دي مستمر دايما في كل عملية انتخابية. لكن دايما الرهان على اللحظات الأخيرة، على أصوات المستقلين ما بين قوسين، على أصوات الولايات المتأرجحة. البيانات الأخيرة أو استطلاعات الرأي تلعب دور كبير مهم في صياغة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة. دايما استطلاعات الرأي بتخرج وتقول الفترة اللي فاتت أنه النسبة متقاربة جدا. بنتكلم كان في استطلاع أجرته شبكة CNN أنه نسبة تصل إلى حوالي 48% بالتساوي ما بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. فده طبعا بيصعد عملية التكهن من هو الفائز أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد. لما نرجع مرة تانية للانتخابات اللي فاتت مثلا، نشوف أن فوز ترامب في الولايات المتحدة أو في الولايات الخاصة المتأرجحة ده كان ليه دور كبير جدا في انتصاره السياسي. السنة دي كل مرشح يعني عايز يضمن أنه يحقق نتائج قوية في تلك الولايات، فالرهان بشكل كبير على ما يعرف بالولايات المتأرجحة. هانو مش بس كمان دونالد ترامب، لكن كمان حتى يمكن في الولاية الماضية وفوز بايدن كان بنسلفانيا واحدة من الولايات المتأرجحة كان ليها اليد في فوز بايدن، لأنه واحدة بنسلفانيا ليها 16 صوت في المجمع الانتخابي وتعتبر ليها أصوات كتير جدا. فحتى الآن كمان لم تحسم بنسلفانيا قرارها حتى الآن. والحقيقة أنه بس كمان يعني التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة دقيق جدا، لأنه مش بس في انتخابات رئاسية لكن كمان في انتخابات للكونغرس، وده معناه أن كل الأمور السياسية متعلقة ببعضها. يمكن الملفات اللي على أجندة المرشحين مختلفة ما بين هجرة واقتصاد وعمالة ولكن تبقى الملفات الخارجية كمان يعني على أولويات كل مرشح. يا صحيح. محمد، يمكن من أكثر الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية الملفات الخارجية طبعاً. فيها بتشغل بالهم بشكل كبير جدا، وخاصة ما يحدث في الشرق الأوسط وغزة ولبنان. على أي حال الأوكرانية كمان يعني طبعا كل الصراعات اللي بتحصل على المسرح العالمي منتظرين من الرئيس القادم عشان يحسم الملفات دي بشكل كبير. صحيح يا محمد، الموضوع مش بسيط، والنهاردة هنناقش كل التفاصيل خلال حلقتنا مع حضراتكم. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر.